ضيفنا من نيويورك الخبير في شؤون الشرق الأوسط هارلي ليبمان. سيد هارلي أهلا بك معنا دائما في غرفة الأخبار. الأمم المتحدة كذلك الاتحاد الأفريقي واشنطن، تحذير دولي من خطر انزلاق إثيوبيا في حرب أهلية، كيف يتعامل المجتمع الدولي مع هذه الأزمة؟ وهل من محاولات يعني تجنبها أو تفاديها؟ أرى أن كلا الطرفين وهما الحكومة الإثيوبية وجبهة تيغراي يريدان وقف إطلاق النار، لأن الجانب في تيغراي يريدون أن يرفعوا تلك المظالم التي يتهمون الحكومة الإثيوبية بتسبب فيها، وإلا فإن سكان تيغراي سيواصلون تكبد الانتهاكات لحقوقهم، وتلك الانتهاكات أيضا ستتواصل من الجانب التيغراي تجاه الحكومة الإثيوبية. لكن سيد أبي أحمد، نعم نعم تفضل. أعتقد أن الحكومة الإثيوبية قد ترى أن جبهة تيغراي تزحف إلى العاصمة، وهناك احتمالات بأن يسيطر مقاتلو تيغراي على العاصمة الإثيوبية. هناك 7 ملايين شخص يحتاجون بشكل يائس إلى مساعدات إنسانية، لذلك هناك أزمة إنسانية وفي حقوق الإنسان جسيمة في إثيوبيا، والطرفان كلاهما عليهما أن ينفذ إطلاق النار ويبدأ المحادثات، وإلا فستكون هناك كارثة. قبل ما أسألك عن المساعي أستاذ هارلي، في ظل هذه المخاوف رئيس الوزراء الإثيوبي يستبعد احتمال انزلاق الوضع في إثيوبيا إلى حالة من الفوضى. هو يقول أن هذه المخاوف لا أساس لها من الصحة، وهي نتاج عدم فهم للوضع السائد. ما هي المؤشرات اليوم التي تبنى على أساسها المخاوف في الداخل الإثيوبي؟ أعتقد أنه مخطئ. الحرب الأهلية قد تحدث فعلا، لأن المسلحين في تيغراي رغم أنهم صغار وأنهم لا يمثلون إلا 6% من السكان، فإنهم مدربون ولهم فاعلية وكفاءة في القتال، وقد حققوا مكاسب ضد الحكومة الإثيوبية. ولذلك أعتقد أن هذه الجبهة قد تهزم حكومة إثيوبيا والجيش الإثيوبي، لذلك هذا قد يفضي إلى حرب أهلية. وأبي أحمد وحكومته يعتقدون أنهم يمكن أن يقمعوا جبهة تيغراي، لكنهم كانوا مخطئين. هذه الجبهة لها القدرة على الصمود والتعافي، ولذلك إذا لم يطبق وقف لإطلاق النار ستنجر البلاد إلى حرب أهلية. هو الجانب الآخر زعيم إقليم تيغراي من دعا الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأفريقي أعذرني إلى التدخل لمنع انزلاق إثيوبيا نحو الحرب الأهلية. نتساءل معك سيد هارلي، ما هي الخطوات العملية التي يمكن انتظارها والتي بإمكانها منع انزلاق البلاد إلى ما لا يحمد عقبه؟ يعني هل سنسمع فقط تحذيرات مخاوف، أم أنه بالفعل ستلي هذه المخاوف بعض الخطوات العملية؟ أنا أتفق معك، يجب اتخاذ خطوات عملية. الحكومة الإثيوبية يجب أن تخضع لعقوبات بشكل قاس إذا لم توافق على وقف إطلاق النار والتحادث مع جبهة تيغراي، لذلك يجب فرض عقوبات فورية حتى تعرف حكومة إثيوبيا أنها ستخضع لعقوبات وانتقام إذا
تواصلت انتهاكاتها. أعتقد أنه أيضا يجب إفهام جبهة تيغراي بأن هذه أزمة، وإذا لم يتم اتخاذ خطوات فإنه سيكون هناك وضع متفاقم. الاتحاد الإفريقي قد يساعد عبر إرسال بعثة للقوات للمساعدة على إرساء وبسط الاستقرار، وأيضا يمكن أن يكون هناك مساعدة من روسيا وتركيا والصين للضغط على إثيوبيا، لأن هناك مسيرات تباع من تركيا لإثيوبيا، ويبدو أن تركيا لها نفوذ في إثيوبيا، لكن يجب اغتنام هذا النفوذ من أجل الضغط حتى لا يتوصل هذا التيار للإبادة الجماعية لسكان تيغراي وأن تبدأ المفاوضات. الآلاف ماتوا وقد يصل العدد إلى الملايين، هذا أمر جسيم، والحكومة الإثيوبية تعيش حالة نكران وتقول لن تكون هناك حرب أهلية وتقول إن الآخرين لا يفهمون الوضع. هم مخطئون وهم بطبيعة الحال سيفاقمون الوضع بالنسبة لتيغراي. لكن على الرغم من تفاؤل الجانب الأمريكي سيد ليبمان، الاتحاد الأوروبي يجد أنه لا توجد فرصة كبيرة لإنهاء هذا القتال. كيف تنظرون أيضا إلى تضارب المواقف بين الجانبين الأمريكي والإفريقي؟ يعني اليوم الخارجية الأمريكية تقول أن واشنطن تعتقد أن هناك نافذة صغيرة للعمل مع الاتحاد الإفريقي لإحراز تقدم في إنهاء الصراع. ما الذي ينتظر جيفري فيلدمان؟ جيفري فيلدمان يعمل بكد وجهد من أجل أن يحقق تقدم. هناك تقدم ضئيل نأمل أن ينجح لأن الوضع ملح بشكل كبير. هذه من بين أسوأ الأزمات التي تحدث في إفريقيا وخصوصا في القرن الإفريقي، وإضافة إلى ما يحدث في السودان، هذا بطبيعة الحال قد يؤجج الوضع في إفريقيا ويضاف إلى الأزمات التي تحدث في الشرق الأوسط. أعتقد أنه يجب رصد موارد وجهود أكبر لتعبئة الاتحاد الإفريقي لوضع حد لهذا، لأن الآلاف من الأشخاص يموتون والآلاف قضوا مسبقا. لذلك الذي يحدث هو أن هناك تطهيرا عرقيا يحدث، إبادة عرقية وجماعية تحدث، وهذا ليس مبالغة، هذا ما يحدث فعلا في إثيوبيا. هذا يحتم تدخلا ملحا، وآمل من أمريكا والأوروبيين والاتحاد الإفريقي أن يبذلوا ما في وسعهم لوقف هذا فورا. شكرا جزيلا، هذه كانت قراءة الخبير في شؤون الشرق الأوسط هارلي ليبمان، حدثنا من نيويورك.